ساكرامنتو كاليفورنيا. اهلا بكم غزير شو. من بحيره دوكان اهلا بكم. من اعوار الشباب شيل البشير شو. طلاب المنصور اهلا بكم في البشير شو. من قضاء الرمان اهلا بكم في البشير شو. جبل سنجار اهلا بكم في البشير شو. من حسين وين وسط عانة للبنين من البشير مدينة باب الأثرية أهلا بكم البشير شو. وشوك سوق الليلة جمعة وفي البشير شو. قضاء الرمان اهلا بكم في طلاب عصام الشمري الى مركبة البشير اهلا بكم تقدرون تتابعون بس سفينة ستار ايس كريم جمعة السادسة على قناة دي دبليو العربية، وتقدرون تواصلون ويانا من خلال محطاتنا على كوكب الأرض اللي متوزعة بين مواقع التواصل الاجتماعي اللي تشوفوها هنا. محركاتها بأقصى طاقتها؟ بأقصى طاقتها. شغالك مش تمام؟ كل شيء شغال. خلص رمضان، خلص العيد، خلصت الازدحامات مال العيد، وبدأت الازدحامات مال الدوام، وأهم شيء خلص الشتاء، راحت الدفيني وجت اللي بردني، وإجا الصيف. موسم النشاط والحيوية، موسم التان والحنان، موسم الفالينة التعلاقة والأسنان، موسم اللبسانات الحبويشية ومط الخ**ان. احجولي شلتم الزوالي؟ طلعتم المبردات ونظفتوهن؟ هم طلع منهم برعصيات؟ البرعصيات والله مو جديات، البرعصيات قاعدات تجاوز بالمبردة طول الشتاء، انه بيسمنا انه هنا قاعدات جوا بالمبردة وماكو أكل، يطلع سمين مثل عايش على الدليفري ابن القندرة، مثل شو الموضوع؟ ده سلة ذبابية جايبيه لما تعرف. إيه إجا الصيف، موسم السمر والظهر الأحمر. الصيف بالعراق يعني تحول النشاطات الاقتصادية لعربانات اللبلبي والباجلة والشلغم إلى لبن بالليمون ورقي وعصائر، وخاصة عصير البرتقال البرتقالي لونا وصبغا. طبعا عصير البرتقال الطبيعي أصفر بحسب منظمة برتقاليون بلا قشور، بس بالعرباين كلش برتقالي برتقالي برتقالي. البرتقال يطلع بالشتاء بس هم يسوون عصير برتقال بالصيف، ما تدري ليش عصير برتقال برتقالي انه بزيادة عن اللزوم. اجى الصيف، اجى الصيف، موسم النهار الطويل والليل القصير، موسم البق كم البق تيل بالبق وعشرة بالحك، تجيك البق بنص الليل دخل ده فكر صار سويح للجر. وكو دراسة تقول انه البق مو بس يقرصك، يمص دمك وفوقها يبول عليك قبل ما يطير. وليش ما بقى بس يصورك مصلخ ويبتزك ابتزاز الكتروني، انه بوين التمون النغولة بالمبردة تطفى الكهرباء يهدون من السربس. جو 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 قرصة قرصة قرصة. كانت مشتغلة ابن النعال، شو كنتم قاومين جوا؟ انه الحشرات بالصيف تلزمك شفتين، بالنهار ذبان بالليل بق، استلام وتسليم بيناتهم، ويا الغروب تبلش مياو مياو. اجى الصيف، اي موسم الحارة وخر راسي وجعني ما بي حيل. يعني هذا وجع الراس فد مزعج ما يجي الا بوقت الصيف. راح تسألني تقول لي شنو دخل حر الصيف بالصداع؟ أقول لك أغلب العراقيين مواليدهم بين شهر 7 وشهر 11، ارجع 9 أشهر لي ورا تلقاشته. كلنا شتوين المنشأ. كلنا جايين على براد. كلنا أصولنا باردة على الدفيني، احسب ورا 9 أشهر. بعدين يجي الصيف ويجي وياه الصداع. فأحسن ما يبقى تحجج بوجع الراس وأنت مننا قوة لازم الراس، وخذها وطلعوا تمشوا.
وين تتمشون؟ بأبو نواس. يترقب العراقيون عامة والبغداديون خاصة الموعد الرسمي لافتتاح كورنيش وحدائق شارع أبو نواس. طبعا يوم أمس شهدت بغداد افتتاح حدائق أبو نواس. طبعا أنا موجود اليوم على البساط الأحمر في أبو نواس، كورنيش أبو نواس، المرحلة الأولى افتتحت اليوم. أعلنت أمانة بغداد عن تأهيل هذا الكورنيش بإضافة مساحات للرياضة وفقرات أخرى تواكب الحداثة والحفاظ على الهوية التراثية. هو عبارة عن شنو؟ عن شارع أرضه 15 متر تكون من ممر للعوائل ومسار للدراجات ومسار للجري للركض ومساطب على طول الخط هذا. لا 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 ما أريد أنغص فرحتكم وفرحة هذا الكم الهائل من العوائل البغدادية بهاي المساحات الكبيرة اللي تم إنجازها بخمسة وأربع يوم فقط، بس من سويتوا هذا المشروع ما سألتوا نفسكم شريحة اللقاقة وين تروح؟ السكارة وين يزوعون؟ على الجسر الطورج وراهم بيقب المكافأة، حرك من الجسر، حرك، أنزل من الجسر، ينزلون من الجسر يروحون للبحيرة يقولون لهم بس كابولات، يفوتون من جوا الجسر يطبون من الجادرية على أبو نواس، يطلع لهم السوداني بمشروع تأهيل الكورنيش وتدعي عليهم العوائل. يا بشنو صار متنزه مع العوائل؟ وين تلق اللقاقة؟ حتى صديقهم أبو العربان اللي كان يحط لبلبي بالوجه ورباعة مغشوشة جوا الجذر غدر بيهم وقلب اللبلبي عصير برتقال برتقالي وقام يبيع على العوائل. أنا أعرف ناس صار لهم سنتين شالين هالبطلين بالعلاقة السوداء ويفترون بحيث البطل الضاعف سعره تعتق صار معتق ما يقدر يشربه. عمي سووا لهم غرفة جام مظلل يم الشط وخلوا بيها فتحتين، واحدة من فوق مال التدخين واحدة من جوا مال الزواع. أحبها عافتني بيه اشتردهم منهم خطية مو كافي عليهم محمود الحسن. حديقة الأمة سديتوها عن الناس، أبو نواس سديتوها عن الناس، كافي هذا التهميش لطبقات المجتمع اللقاقة. العراق مو بس عوائل، بعدين هذول هم ولد عوائل ترى، انطوهم مساحتهم اللقية. ثانية للشغلة المهمة، مناس دي يقول افتتحوا البساط الأحمر ما علم هو ترتان يعني ما راح يجي الجولدن جلوب راح ماكو ومكتوب على الشاشه عاجل بالاحمر اجواء عيد الفطر في بغداد كورنيش ابو نواس يستقبل المئات من المحتفلين والمهنئين بالعيد. ليش عاجل؟ هذا ليش عاجل؟ عوائل جايه بالعيد للكورنيش المفتوح جديد، وين العجله بالموضوع؟ شمتانين باللقاقه تو؟ العاجل يصير مثلا السكارة ينسحبون من أبو نواس إلى مقتربات ذرابين الكرادة داخل والعوائل تستمر بملاحقتهم مع توسع الكورنيش. أهلا بكم في الحصاد. انسحب السكارة من أبو نواس وسط توتر الأجواء بينهم وبين العوائل المعيدة، ومعنا على الهواء مباشرة مراسلنا من كوكب الأرض حيدر سفينة. حيدر صف لنا الموقف. نعم أحمد، بعد أن تم تهجير جالية اللقاقة من حدائق أبو نواس بدأت الآن عملية ملاحقة فلول الأشخاص اللي كانوا موجودين بأبو نواس. بعد أن دخلوا للأحياء السكنية بدأوا يختبئون في مخابئ سرية، منها مثلا أبو المولدة اللي براس الشارع، وأيضا بالهياكل هياكل المنازل اللي لا زالت غير مكتملة. أيضا هنالك مخابئ سرية يعني الآن في هذه المناطق العشوائية. من بين هذه المناطق طبعا عثرنا على خلية نائمة متواجدة في هذا المكان، خلي أراويكم إياهم ونستطلع آراءهم ليش قاعدين بهذا المكان. مرحبا شباب. لا تخافون ما عندي شو ياكم. مرحبا، بس جينا نوصل صوتكم. انت شنو اللي مقعدك بهذا المكان؟ اوفا هذا لعبان اروحه من المخشوش عد خاطر وبوصل صوتي شركة الأمم المتحدة. شركة الأمم المتحدة عد أوصل صوتي المنظمة سكر بلا حدود. عد أوصل صوتي للحكومة أقول لهم أخذوا الكراسي أخذوا المناصب بس رجعونا أبو نواس بس رجعونا أبو نواس. يعني مطلوبكم إرجاع أبو نواس؟ إيه بس الريد أبو نواس. شكرا لك. أنت ليش قاعد بهذا المكان؟ ليش ما اخترت مكان أفضل من هذا؟ انت مو حيدر سفينة؟ بلي انا حيدر. انت مو شنو انت قاعد ويانا بابو نواس هنا نفس هاي القعدة؟ انا قاعد وياكم هنا بابو نواس. ايه انت بعينك. اسمع صوت اجا فعلا هذا صوت الاهالي، يبدو انه الاهالي بدأوا يقتربون من حدائق ابو نواس. طبعا العوائل السعيدة اللي بعوائل اللي بابو نواس خلحت تعطينا مجال وين تجيت عليه؟
شكرا حيدر سفينه. هذا عاجل، اجواء عيد الفطر وناس تحتفل، مو عاجل مو عاجل. مبروك علينا افتتاح الكورنيش، خطوه جميله ولو صغير بس يعني المفروض يكبر بعد، وننتظر. ويبقى السؤال الاهم، اللقاقه شلون؟ وين يروحون؟ شو يسمعون؟ الحال ما يتأمن والناس هم تتغير، حتى الوجوه بهالوقت ممكن ترى تتزاور. مجبور من ضاع الصديق ويا الكذيب مجبور، دا دوري لكل الأمور صحت صدور صحت صدور. احنا نشرب للروج معاملة، لو شوف انه معقب يجيب لنا صحة صدور. اقول لك سيدي احنا مو جاي نشرب قلصات مال لبن؟ لا هذا مو لبن، هذا مو لبن، احنا جاي نشرب لبن. لا سيدي احنا جاي نشرب بيرة. كذب والله مو بيرة، هلا كذب على العالم. بابا اكو غلط منطقي بالعراق بالمناسبة. بالعراق الناس يشربون اللبن بقلصات البيرة، ويقدمون عصير برتقال للخطار بقلاصات الواين، والمي على الغداء يشربوه بقلاصات الويسكي، والويسكي يشربوه من ميات. والله ما ادري شو الموضوع. غصون عفوا، شنو هاي الاغنيه الحزينه البائسه المدمره اللي راح تنتهي؟ شنو هاي؟ هذه اغنيه دخول برنامج سياسي على قناه الولاء التابعه لشاكر الفص. هذا دخول ما برنامج سياسي؟ بصحة صدور، يعني بالانجليزي تشيرز بيبز. مو لو غلطان ليش هاي الكآبة ابني؟ ليش ليش الدنيا صيف وجايتنا حفلات الشاطئ والبكيني وكرة الطائرة الشاطئية ومطر بعد ماكو يعني بناء الصيف، خمه كله لعبوا كرة الطائرة وحفلات، كافي لقينا تونسنا زوعنا سنحنا ارتاحينا افترينا على القلاصات، خلاص هذا هو نتج البناء والعمار. السلة الإنشائية، أماكن التجهيز مال المواد الإنشائية التي قيل أنها سوف تجهز إذا تم العقد، يقول لك مفاجأة راح يفاجئون بها العراقيين كل سبت فقط، هي نفسها مراكز البيع المباشر مال المواد الغذائية. هاي السلة الإنشائية ما أعرف شو تحط بها وزارة التجارة، يعني تروح تخلي لك مثلا شوية جص وطابوقة ونص وشوية حباشات شبنتو على شيء المان على شيء، وتأخذها وتسوق وتروح البيت وتقول الحمد لله وشكر وبارك الله بجهود وزارة التجارة. ما أعرف الناس تأكل شيء المان تأكل شيش، والله ما أدري. بابا أنت هم جبت صحة صدور قبل لا تصير مقدم؟ لو بس عندك برنامج اسمه صحة صدور روح جيب من أبو تراب التميمي، روح شاكر الفص قب. ها منو صاحب هاي الفكرة مال سلة إنشائية؟ منو؟ وزير التجارة لو قاسم الحجامي؟ منو؟ والله يا ابو وزير التجاره ما يقعد راحه، يوم صمون يوم سله انشائيه، ما تدري دي يسمننا دي ضعفنا، ما يريدنا ناكل 600 صمونة لو نبني ونصعد النقاط قاطين، ما تعرف. بس بقت لك مبادره واحده سياده الوزير، اذا تسويها صحة صدور، شويه حمص شويه شيبس شويه لبوني مدخن وسوونا السله المزاويه. يعني عادي حتى لو توزعوها السبت ما عندنا مشكله نضمها للجمعه. ها ونسيت اقول لك على شغله مهمه، بما انك قاعد تاخذون الطحين وتسوونا صمون، اخذوا بدربكم الحليب وسووا لنا يا موطن. يعني ما يراد لشيء، هي شويه ثلج وثعلبيه وحطها بالمجمده واطرق. شكرا سيد اثير، باسكت على هاي السلال اللي بدا يعرف وين نحطها بصراحه. صمون تارس المجمدات، الحصو تارس الركن، المزه ما اسولف لك. الف مبروك للشعب العراقي على السله الانشائيه، ومن سله الى سله امورنا صارت فله. علي تدري احنا وضعنا احسن من منو؟ الان اوروبا تعيش ازمة اقتصادية شديدة، غلاء الاسعار بشكل، ليش؟ لان يعني يقول امريكا ورطتنا،
أن نصطف مع أوكرانيا ضد روسيا وفلوسنا المليارات جاي نعطيها من أوكرانيا، وارتفعت الأسعار وارتفعت والرواتب نفس الرواتب. أنتوا لو تدرون الآن الأزمة المالية بروسيا تحمدون شنو النعمة اللي عندنا، شنو النعمة اللي عندنا، يصيحون الغوث الآن أوروبا. ولهذا أول تصريح ماكرون الرئيس الفرنسي يقول يجب أن تخرج أوروبا من الهيمنة الأمريكية. والله عمي صحيح، أوروبا بيها جام خانات يطقن بالقاع، تشيل سلتك وتفترع الجام خانات تتسوق براحتك، وشرط كلهن بلا صداع، سنة كلها جار ما عندها مشكلة، احنا عندنا حرة حمر هم عندهم شارع حمر. أوروبا سيدنا مصيبة، أوروبا سيدنا أنا حاكي لك على ضيم أوروبا وشلون متضررين. سيدنا عندهم مكان مليان صحة صدور، الطبي باحترامك تطلع منه بالبرنص وهم باحترامك. يعني بقى أنا ما رد تحكي لك على القضايا الاقتصادية والسياسية وحقوق المرأة والطفل وحرية الأديان وكرامة الإنسان والتكافل الاجتماعي والضمان الصحي والخدمات، باعتبار هاي الأمور مو اختصاصك، أنت اختصاصك خطوط حمراء، فحكيت لك على المناطق الحمراء، فخل نطلع من الحمراء سيد. المهم سيد، إحنا هسه بخير والحمد لله، الدنيا زاهيتنا ومشاكلنا صارت مشاكل تافهة يبدو، مشاكل مال العالم الأول. أن بعض الآباء لا يزوج ابنته لأن متشلب بالماستر كارد، وهذا يذكرني بقصة واقعية حدثت. إن أبا كان مستفيدا من راتب ابنته، وكلما جاءها خاطب يرفض، ومرت الأيام والسنون والدهور، فبلغت البنت مبلغا لا يأتيها خاطب. وذات يوم وبينما البنت كانت على فراش الموت، أرسلت إلى والدها، فجلس والدها عند رأسها، قالت يا أبتي قل آمين، فقال الأب آمين، قالت قل ثانية آمين، فقال الأب آمين، قالت قل ثالثة آمين، والأب يؤمن على نفسه ثلاث مرات. عندها قالت كلمة مدوية اهتزت لها السماء، قالت يا أبي حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج. الله أكبر، الله، حرمك الله من الجنة كما أخذت مني الخمسين يا حرامي. الماستر كارد يمي، الماستر كارد مالتي. حلوة القصة شيخ، بس بيها تفاصيل شوية مو واضحة، وانت تعرف الشيطان يكمن في التفاصيل، اعتبرني شيطان. وحدة عندها راتب ويجوها خطابة وأبوها ما يقبل، فمرت عليه الدهور وعليها همات، بعدين هي كبرت وعلى فراش الموت دزت على أبوها حتى تعتب عليه، والأب إجا وقعد يمها وهي على فراش الموت. أبوها شلون بعد عايش وبعدها يسمع ويمشي ويتذكر ويقول آمين ثلاث مرات ويستلم راتب بيته القصة مو منطقية يا شيخ بصراحة. العبرة من هاي القصة إنه اللي عنده ماستر كارد ويعيش عمر طول، يصير عمر تفقى عنده. تحياتنا واحترامنا شيخنا، بس قصتك كذب. يعني هي ممكن بقى، لا كذب، مترام والله قصتك كذب، آسف شيخ. والله عن مشاكل المجتمع صايرة فايخة، العراقيين مشاكلهم كلش فايخة، بحيث الشيوخ على المنابر ما لاقين شيء يحشون بيه، واحد حاير بأوروبا والثاني دايخ بالماستر كارد. يعني أنا صح أحب الدنيا من تفتر، بس مو لهالدرجة، مشاكلنا صارت فايخة. بابا ماخذ الماستر كارد وأوروبا وضعه تعبان ودق سلال، ما ندري وين نوديها، معقولة ماكو عواجل بعد؟ ومعنا على الهواء مباشرة مراسلتنا من كوكب الأرض سارة أياد علاوي، نتحدث عن آخر المشاكل بالعراق. أهلا بك سارة، ماذا يحصل عندك؟ احنا اليوم حاضرين في نادي الصيد للبطولة العربية للتنس، ومشاركين بها خمس دول عربية. الأجواء كلش حلوة والجو كلش حلو، وراح أخليكم ويانا في الحديث اليوم، وطبعا نتمنى للعراق الفوز. والحلو ايضا مخلينا اغاني عراقيه تراثيه ما شاء الله، اغاني تراثيه بطوله مال التنس. حلوه ساره، شكرا. ما هي نوعيه الاغاني بالضبط ساره؟ Only you have that magic technique. ابدع حسين نعمه بهاي الاغنيه والله ما شاء الله. هاي الحان طالب القراغلي؟ لا سيد، هاي الحان عبد الله همين. اسف، اعتذر.
نعود سارة، ممكن تشرحي لنا على الأجواء أكثر؟ يمكن دا تسمعون الأجواء الحماسية. أوه والله الحماسنا حمس بالأجواء الحماسية. ريحة الحماسة وصلت لنا، صارت حميسة. هم كان أكو حماس بالمباريات؟ علاوي شلون حماسك؟ حماسي متحمس. أحسنت. سارة أشتيدك على نقل الأجواء الحماسية، بس أنا أدري التنس يقضوها سكتة وروسهم بس تفترج، وإذا أرادوا كل شيء يتحمسون أكثر رياضة مملة بالعالم. ما رايح ألترس مال جويتي؟ نعم سارة، نعود معك، نعود صفي لنا أهمية الرياضة. أهمية الرياضة بالبلد خاصة البلدان اللي بها نزاعات وحروب، هي الرياضة يساعد في تحقيق السلام، وعلى يعني على مستوى الفردي مثلا يساعد في الانضباط، في تعليم الصبر، وحتى بين الرجل والنساء الرياضة يساهم في تشجيع مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. فاحنا نشوف مثلا بالبلدان المتقدمة يعني تشوف انه مشاركة النساء بالرياضيات على مستوى عالي. شكرا سارة، خلاص اقطع البث عليها، اقطع البث عليها، حماسية كل صارت طبت الرياضة بالرياضيات والرجل بالنساء، وخصوصا بلدان المتقدمة. بلدان المقدمة هاي اذا تبحث عليهم يسموها دول البشم، هذولا هاي تجي 7+1. مشكلة المراسل لما ينزل علي الحماس، والله مشكلة. لا سيدي ليش قطعت عليها المثمار، تحمست عليك. عليك احنا بالفضاء سلام، طبنا بثقب اسود وينزل علينا الحماس ونصير من دول الدعامية. عليك سيدي بس رجعها، خد تحكينا مستقبل العراق. يا مستقبل العراق، انا ضعيف امام مستقبل العراق وهاي المواضيع. ومعنا على الهواء مباشرة سارة علاوي. سارة، ما هي التحديات التي امامنا؟ عيدكم مبارك، ان شاء الله ينعاد عليكم وعلى عوائلكم بالخير والصحة والعافية، وعلى عراقنا الأمان والاستقرار. أول البارحة الأمم المتحدة بالعراق جددت التزامها للعمل على الحفاظ على البيئة وعلى مكافحة تغيير المناخ. كان اليوم الأرض العالمي اللي هو يركز على هذا الموضوع اللي أحب أحكي به، لأن بالعراق أكو وعي قليل وإحنا مقبلين على كارثة. يعني احنا اسفين والله كلش، يوم الارض احنا عندنا حمات الارض والعرض، احسبيها علينا الوعي قليل شوي، اعذرينا ما حد اجانا من الدول المقدمه يثقفنا على الكارثه المقبلين عليها. اذا تقصدين الكارثه اللي مقبلين عليها هي نانسي عجرم اللي جت ذاك اليوم، فنانسي صدق كارثه بشرفي. بس شنو الكارثه اللي مقبلين عليها ساره؟ اكو امور خارج سيطرتنا، مثلا اكو دول هي ساده المياه علينا، وأكو تلوث هائل، ولو قسم منها احنا مسؤولين عليه، مثلا من سياقة السيارات والاستهلاك، مثل استهلاك المياه والطاقة. العام كان أكو عواصف ترابية قوية، وهاي أثرت على صحة الإنسان، وشفنا تزايد بالأمراض التنفسية منها الربو وغيرها. غير موضوع الصحة، هذا الجفاف يؤدي أنهارنا وأهوارنا، ويؤدي إلى نفوق بالثروة الحيوانية والسمكية. العواصف الترابية القوية فعلا تأثر على حياة الإنسانية والدولية، اللي ساد علينا المية ما ظل بس استد علينا الهوية، وقمنا ما نسبح العصرية. شنو هالوضعية؟ أوي أوي أنا إيش عليها؟ منو هي؟ سارة الوعية. سيدي أرجوك اضغط شوية. لا تتدخل علاوي، هاي هي. بس فعلاً ست، فعلاً ست، يعني هو سياقة السيارات تسوي تلوث. أنت من تطلعين بالموكب ويا بابا بالحارفية ما تطلعون بجكسارات؟ لو موكبكم تسلارات على الكهرباء الوطنية؟ لو تذابين ميانة ويا البيئية. سارة عندك شيء أخير تضيفيه قبل لا أشمل روحي من السفينة الفضائية؟ مرحبا، شلونكم؟ حبيت أحكي على عيد المرأة. أنا نزلت هاني ونشرتها بالفيسبوك وبالإنستغرام. أوه ماي جاد، نزلت هاني بالفيسبوك وإنستغرام. أوه ماي جاد، هاني شنو ذنبه يا ظلام تنزلي بنص الدرب على الشارع العام؟ بس اذا نزلتيه بالانستغرام بعد خلص ماكو داعي تهنيني يمنا. بس سؤال ست سارة، من هو هاني اللي نزلتيه؟ خطيه هاني، هاني من هو هاني؟ هاني
غصون عافية طلعيني من هاي من هاي الأجوائية. عافية هاي أنا هم دا أحكي هيك يا. شنو هاي العدوى اللي انتشرت بهالعصرية؟ جاري إعادة تشغيل السفينة الفضائية. ألو 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 تس واحد اثنين ثلاثة ألو ألو إيه تمام شلونك علاوي؟ تمام سيدي. غصون شلونك غصون؟ الله يساعدك سيدي. عيني هاي المراسلة أفسخ وأعقدها ما أريد أشوفها بعد. ونبقى بالأجواء الصيفية. ونبقى بالأجواء الصيفية ونرجع للحرمس والبق. أنت وين مرتاح كنت؟ في خندق المقاومة لو في خندق السياسة؟ يعني أكثر راحة من كنت في خندق الحوزة. السياسة مو كلش يعني أنا هاويها؟ مو كلش هاويها، ما عندي ذيك النية لأنه أدخل بالتفاصيل ونغمس بهذا الوضع. يعني أنا إلى الآن عندي قرار شبه قرار يعني أنه أرجع إلى وضع الحوزة والدراسة. هذا قرار نهائي ولا لو في طور الدراسة؟ والله أقول لك قرار شبه نهائي. أي والله يعني الحمد لله الوضع الآن مستقر، وكما قلت أكو ارتياح عند الناس، حكومة تشكلت، حكومة واضح أنها حكومة جادة وتريد تنجح وتقدم خدمات وحكومة ميدانية. بصراحة يا قيس الخزعلي هاي أول مرة بحياتك تحكي شايب راس حظ، أنت فعلا رجال مو مال سياسة والله. إجابك على الشغلة تعلم فهم، قل لي شاي أقول لك صب، قل لي كهرباء أقول لك ليف، قل لي مالية أقول لك عواد، قل لي قراجات أقول لك سمير بطي، قل لي تعليم أقول لك بلبل، بس قل لي سياسة يعني أنت رجال كان عبالك نهر الفرات بمصر ويسبب قساوة القلب ويشيل الغيرة. هناك صفات وخصوصيات لشعب معين تنتج بسبب طبيعة ونوع التربة والماء والهواء، العناصر الثلاثة. والدليل الثاني هو أن مصر اللي تعتمد على نهر الفرات، فإن نهر الفرات يورث صفتين وهو قلة، ما يتكلم مع الشعوب، قلة صفة الغيرة وقساوة القلب. أنا أعتذر من كل المصريين الموجودين بالسفينة الفضائية، بس هو هذا قيس الخزعلي عليه أسوي له بعد. قيقو أنت ونوبات كثير يا قيقو، أدحج عليك أشوفك وأشوف خشمك إش مليان، بس هم ما استخدموا وياك أسلوب الإصلاح وعليه ترجع للعصائب وأهلا وسهلا بيك. بس حضرك من شغلة نوبت الأخرى وجو عينك مبين شوية خففها، لأن هذا خشمك مثبور من ال، فدير بالك على نفسك وأهلا وسهلا بيك ترجع معزز مكرم. قيس قيس حبي أنت ليش قلودي؟ السيد سوى ميليشيا انت ركضت سويت ميليشيا، السيد قاوم انت رحت انسجنت وطلعت وقلت والله انا قاومت، السيد سوى سائرون انت سويت صادقون نفس الاون، السيد جاب منشدين انت رحت اخذتهم من ورا ما اخذهم السيد بعدين رجعوا مرت اللخ، السيد تفرغ للدرس انت هم طلعت هم انسحبوا تفرغ للدرس، انت ما عندك شخصيه، عيش شخصيتك الحقيقيه وبطل تركض ورا الانفلونسرز كافي، لو تموت ما يصعد حسابك. السيد عنده فوق المليونين حقيقي وانت 600 وكلهم فضائيين وكل ما يصير تحديث يطيرون نصهم. خلاص يا جماعة الوضعية يبدو صارت زينية، أبو نقاش وبطولات تنس وكرة شاطئية وسلة إنشائية وماستر كارد وبرتقال برتقالية والأوروبيين دي يجون يمنا. خلاص العراق ما محتاجنا بعد، خلي العراقيين يلمون غراضهم يروحون لأوروبا، لأن احنا ما متعودين بصراحة على هذا الرخاء. الأوروبيين يجون يمنع يشون بالعراق، بس ما لنا علاقة بالبق الشخ، هاي هم الأوروبيين يحيرون بيها، خليكم نعرف أصلا. شكرا، أهلا بكم مرة أخرى. صار هواي أنا أقلب بالأرشيف خصوصا ما يتعلق بتاريخ العراق السياحي، لأن يعني شفت تاريخ العراق السياسي سيء فقلت أطبع السياحة قبل، وما أنه الأوروبيين راح يجون يعيشون بالعراق فهاي فرصة ممتازة للعراقيين يروحون يعيشون بأوروبا. يلا الله تعال راح ألم لكم معدات النجاة كلها حتى تقدر لما تسافر تسافر وانت برتاح. سيدوم وش يسوي معدات النجاة؟ هي كلها هدوم وبطل مي.
يعني هدوم بطل مي هامن تسافر من غير العراق، بس السفر من العراق يراد له حيل وقلب ميت. وقبل ما اشرح اشرح نسوي بهاي الجنطه، افتح لي ابل زحمه عليك، خل اشوفك شويه شلون كانوا يروجون للسياحه بالعراق سابقا. تتحول خطوط الجو العراقيه من مصلحه الى منشاه عامه تابعه الى مؤسسه الطيران المدني العراقي. جده والخرطوم وبومبي بانكوك وكوالالمبور. افتتاح خط تجريبي الى ديترويت بالولايات المتحده الامريكيه عبر باريس، للمباشره بعد ذلك بخطوط السفر الى امريكا الشماليه. وفي نفس الاعوام خلال اعوام الثمانينات يتم شراء ثلاث طائرات بوينغ 727 وطائرتان من طراز البوينغ 747. ايوه كان المسافرين كلهم قوطه وتلق. لا واكو بار بطياراتنا بالسبعينات، اللقاق كان ضارب قاط وقاعد ببار على الدرج ويقرا جريده وحذاء يلمع ونظارات شمسيه بالطياره ما تدري ليش. هسه يجيك اللقاق قميصه مرقوع طقع ما تشريب هنا نص نومية بهذا الجيب، الجيب اللخ متروس حب شمس ونخرته بخشمه ودمعته بعينه. احد عافتنا اطياب هذا الدب. واذا انتبهتوا البار ورا درج كان عندنا طيارات متطابقين، ما تدري الطيار باني مشتمل فوق، ما تدري جايبين طياره جنبهم متطابقين. هسه ليش عبالك تصير مشاكل بين الطيارين بهذا الزمن الحالي؟ حاطين بغرفه صغيره خطيه المساكين، وين قبل واحد يسوق والاخلاق ونايم بالمشتمل فوق. بس والله كانت طياراتنا طيارات والله العظيم. هسه شلون وضع الطيارات من الداخل؟ بالله غصون سوينا في التجميعه سريعه اريد اشوف شلون وضع الطيارات. العراقيه الجويه الجويه خطوط الجو العراقيه موكي. حصل شجار بين طيارين تطور لاحقا الى عراك بالايدي داخل مقصوره القياده. ويوضح مساعد ربان الطائر ان العراك حصل بسبب نزاع حول وجبات الطعام. صار لنا 4 ايام ننتظر الطائر يبدلوه وكل شويه تتكنسل الرحله، كل شويه تتكنسل الرحله. تاخير على متن الخطوط الجويه العراقيه بسبب خلل فني. يعني لو كبار ويلقون كان كلها مستقرة ومرتاحة وما تصير عركات بين الطيارين على كل تصير على المزعة عادي. بس بصراحة ما نقدر نحكم على الطائرات الموجودات هسه، لين يجيبون طيارات ويفتحون عليها الاطفائية ويسووا لهم شخاخيخ ويطقوا لها بيض ويمكن يجيبون يعني بطليهم يذبحوه، والطيارات بهم زينات ما نقدر نحكم. احنا نريد نحكم على خدمات. عزيز المواطن راح تسافر لأوروبا، انت تدري مطار بغداد حتى تسافر به طيران داخلي من بغداد للبصرة تحتاج 6 ساعات بين التحضير والوصول والتفتيش والانتظار، بينما ابو الاوباما يذبك ب4 ساعات. يعني اذا ابو الاوباما قال لك راح اوصلك طيارة للبصرة قل له بشرفك خليك اوباما اسرع. عزيز المشاهد العربي احنا نسمي السيارات باسماء اشخاص للتسهيل. تعال اشرح لك شوفنا با. احنا نحب نسهل حياتنا. منو بحيل يقول هاي بيش هاي التويوتا الجي اكس ار تي ار دي انجن دكسارة مونيكا مرسيدس بنز اي 230 ابو جحيل. ابو جحيل منو؟ بطل المسلسل اللي كانت طاشة من نزلت هاي السيارة وطلع دي سوقها وسميناها على اسمه بي ام دبليو اي 320 زعرة. عندنا وقت احنا نريد نروح لأوروبا، حتى الطائرات نسميها الماكس نسميها مكسار عاد. ام الطابقين ام البار نسميها. وبذكر ام الطابقين وبما ان الخطوط الجويه العراقيه مدت تسوي اعلانات واخر اعلان لهم كان مال العراقيه وياها رحلتنا سعيده، كل اللي قاعد هنا ما يتذكرون كلهم مواليد 2000 ما يعرفون شكو. شوف حبيبي هذا سويته من كان عمرك 15 سنه يعني بال 2015 كان الموضوع. فراح نحاول نلهمهم ونشوفهم شيء يخليهم يغارون ويسوون مثله اعلان طيران الامارات على سبيل المثال. طيران الاماراتي يعني بغض النظر عن كل شيء بس هم بس قناتهم باليوتيوب هي 900,000 متابع وعندهم اعلان جايب 36 مليون مشاهده واعلان جايب 13 مليون مشاهده
واعلان 11 مليون مشاهده واعلان 10 مليون مشاهده واعلان 8 مليون مشاهده واعلان 8 مليون الا شويه واعلانين على 7 مليون واعلانين 6 مليون واعلانين 5 مليون واعلان ايش هدو خايه لحظه مشاهدات بقناه طيران الامارات اكثر من 368 مليون مشاهده يعني لو يسدون الشركه ويعيشون على يوتيوب يجيبون ورد اكثر من خطوط جويه عراقيه. المهم حتى لا نتصيد بالماء العكر وحتى لا نسيء للخطوط الجويه العراقيه لانه ما يصير نقارن بصراحه يعني هاي واحد وهاي واحد. نغفر لهم موضوع عدم وجود اعلانات، هي الاعلانات بالعراق اصلا مو كلش، وخلينا نطب وياهم على ارض الواقع او سماء الواقع. يا الله يلا يلا علي شوف انت هاي الاعلانات هسه صار عندك حماس صح؟ صار عندي حماسي. تمام لا خلي اجمع لك اعطيك بعض المعدات اللي توزعها على الشعب العراقي لما راح يسافر. نبلش يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكندك راح يحتاجون ناس. شو يسوون بي؟ احنا عندنا 32 طائرة بأسطولنا الجوي ضمن شركة الخطوط الجوية العراقية. نعم. من فترة يعني صح الوزير وصح بعض المسؤولين انه يابا طياراتنا وين؟ هاي ال 32 طائرة وين؟ طلعت 9 طيارات تشتغل هي داخل الخدمة والباقي جاثمة عاطلة في الاوكار. هسه عرفت شو تسوي بالكندق؟ امور الدنيا كل شيء يصير، احتمال الكابتن بنص الرحلة اعزائي المسافرين لقمه وراجز اللي عنده لقمه وراجز يتوجه لاقرب مخرج مال طياره ويشيت لي انه لا 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 32 طياره 9 يشتغلوا من عندهم بس ارد افتهم شغل 9 مليون بنيه بالعراق تقول لك خطبني طياره وهن الطيارات اللي عندها 9 منين جوي؟ من هاي مهند محسن طلع يغني محتاج اطير ويا الهوى واوصل على بلادي طيارات ماكو اريد اطلع الهوى 22 مدري 23 طياره جاثمه وعاطله احتمال نضمهن حتى يصيرن كلاسيك ونفتح بهن متحف. هسه مو السيارات القديمه يصعد سعرهن؟ البرازيلي كانت مزبله ما حد قلبها بالتسعينات هسه بدفترين وماكو والله شنو زيرو تايرها ما طاخ القاع هنا جناحها ما لاح السمه. واذا كلش نامت وماكو سوق على المتحف يعني نسويها مطعم واللخ نقلبها مال نراقيل واللخ نسويها جام خانات ونشتغل. المهم عرفت شو تقولون شو يسوون بهذا الكندوك؟ إيه جيد. وبعد حتى يحتاجون شغلة هم من يروحوني يعني شورت ما الشط هذا شورت ما الشط شورت ما الشط هذا حتى تروح تصلح الطيارات تحتاج ويا هذا الكندوك هذا شو اسمه؟ شو أسوي؟ طائرات الجاثمة بمطار بغداد ثلاث منهن هي قابلة للإصلاح واستمرار الطيران بها لكن يأخذون منها مواد. ويحولوه هي طائرة جديدة. عندنا بوينغ كيو 96 1996 و2002 موديلاتين قديمات من الطائرات الكبيرة. هاي الطائرات وحدة صالحة تم صيانتها بداخل مطار بغداد وتعمل يعني بالرحلات المحلية. والطائرة الثانية ودوها إلى أندونيسيا بجزيرة جزيرة المهم كبلت غاريدو. التقرير اللي اطلعنا به هي 60 يوم يتم صيانتها وقيمة الصيانة 1550 ألف دولار. اي وجدنا بأن العاملين الفريق اللي رايح منا من العراق اللي هو طيار ومهندس صيانة طائرات هذولا قاعدين 6 أشهر والصرف من الدولة العراقية سياحة قاعدين استجمام. اي بالعافية. اي اي والله اي مو ما لبق 6 أشهر وشورت واحد كافيات خويا كافيات هذا اني بيهن اوبشن من قدام شويه ايه. كل شهر واحد كل شهر واحد ايه. بس قبل كل شيء انت وين ذابين الطيارات اللي تصلحوهن جزيره غارودي مدري غاريدو وين صار هاي ماكو هي الجزيره خاف مفقودين ذولا كانوا فريق الصيانه 6 أشهر وين كانوا انتوا خاف عبالكم سياح خويا ذولا ضايعين مدى القام ليه هسه حبي انتم ماخذين الطياره الجزيره مده 6 أشهر تصلحوها تعالجوها نفسيا. اقرب اسم للي قاله الاستاذ اللي ما قال ولا كلمه عدله ما ادري ايش قال هي كوريدو كوريدو بالمالديف
وعليه لازم نصرف رواتب فريق الصيانة مو فلوس فياجرا. المشكلة وين؟ الطيارة موديل 1900 مواليد. الطيارة موديل 1996 وعمر الطيارات الافتراضي من 25 إلى 30 سنة، يعني رجعوا من التصليح ذبوها بالزبل. والمشكلة الأخرى بس فكرت، والمشكلة الأخرى أن طيارات طابقات صارت بيت فنجان للأدوات الاحتياطية، شيل منا وحطينا. سيدي هم ليش يسوون سفرات سياحية للصيانة؟ ليش ما متعاقدين ويا شركة صيانة؟ والله ما أدري، خلي نشوف. يابا ليش ما صلحتوها؟ أي. وين شركة غريفون اللي أنتم كنتم متعاقدين وياها؟ أي. طبعا شركة غريفون حيدر غريفون هو شقيق علي الأوكراني، علي الأوكراني المتعهد الكبير لشركة الخطوط الجوية العراقية، يعني حدود حوالي 8 مكاتب خارجية هو يديرهم في روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا وجورجيا وتركيا وبعد أكو دول ما معروفة. يعني علي الأوكراني شنو؟ علي الأوكراني شنو؟ أنا أعرف بالفيسبوك أكو حمودي الأوكراني، كروري الإيطالي، مصطفى نيمار، عبود الكرواتي، وذولا فعالياتهم بالحياة يجتمعون كل أسبوع يسوون جلسة تصوير وينزلوها ويكتبون وياها تحدي وتهديد لمجاميع خيالية ما نعرفهم إحنا منو، وكلهم غالبين ماشي شبينا نركض. علاوي الأوكراني شنو هذا يعني؟ شنو هذا؟ دولة عراقية مسوي عقود ويا علاوي الأوكراني؟ مو بعيدة يدزول لجنة نزاهة بقيادة صوف الكتالوني. بعدين غلط علاوي يدير 8 مكاتب خارجية بالدول، والغلط الأكبر أنه علاوي الأوكراني يدير مكتب روسيا، تعرفون ليش؟ أوكراني! هسه إذا لزم بوتين ومد على جسر القرم منو يقول له لا؟ منو هذا علي الأوكراني؟ منو؟ هذا عراقي علي الأوكراني، علي عبد عزيز وحاصل على الجنسية الأوكرانية، يسمسر يدير من وراء مبالغ كبيرة المسؤولين وزراء مدراء. أيه. تريد هذا موجود، يعني هو يريد يطلع هذا المدير يروح يجيب الطيارين ويجيب الفنيين ويقول لهم يا بخ نسوي تظاهرات ويطلع تظاهرات. طم الأكبر، هذا هرب مئات العراقيين إلى روسيا وبيلاروسيا وبعدين إلى بولندا. علي متنفذ كبير طبعا، هو سمسار يجيب بنات سمسار هو دا يجيب الجورجيات والأوكرانيات العراق للمسؤولين وللوزراء وللمدراء مال الخطوط الجوية العراقية. علاوي يجيب نسوان، علاوي يجيب محركات، علاوي يسوي مكاتب خارجية. خويا أبو هاني حتى جرين دايزر مويج، هاي المشكلة اللي تجي بها الأموال والنساء الجميلات الحسنة كل البراغة تنحل. هذا حد الحشاك، أنت مو شريف اللي يبيع وطنه بعور دول زبايل. يبيع وطنه من أجل حفنة أوكرانيات وجورجيات كل هاي مسويها على الأوكراني وحدة؟ أريد رقمه، هذا خوش صديق مبين قعداته تغبل هذا الولد. هذا تنصب هيك الميز انت وعلي الاوكراني، منا محتوى الجورجي، منا محتوى البيلاروسي، منا محتوى شنو بعد منين ما ادري منين، وغريفون منا وطير للصبح. انا عندي سؤال، احنا عندنا هواية اسئله والله العظيم. رقم علي الاوكراني وين؟ علاو اخويا راسلني على هاي العناوين، علاو الورد بوس اخويا. سيدي هو ليش علاوي الأوكراني يجيب جورجيات وأوكرانيات الموظفين خطوط الجوية بينما هم موظفين خطوط الجوية يقدرون يسافرون جورجيا وأوكرانيا؟ وينكم مجال يروحون؟ لكننا 9 طيارات عندنا، شلون يسافرون؟ بعدين شعلينا احنا، انا اريد رقم علاوي الأوكراني حبيبي مولا، شلونك حبيبي علاوي؟ خل سافر مقعد فدوة علاوي، والله ملل بالفضاء والله اخوي علاوي، علاوينا صار عنده اوجاع بال والله. الراجع علاوي الأوكراني راجع، يعني انت لو أوكراني علي هي اختلاف بلدان ترى. لا اكو فرق بالمهام، انت تجيب شاي تفول بنزين تصلح عطل، انا عندي شغلات راح عطل احتاج قطع غيار. علاوي لك وين مدير الخطوط من هاي المشكلة؟ مالك علاقة بعلي أوكراني عوف عن المشكلة. هذا غير مدير شركة الخطوط الجوية مثلا كفاح أو عباس عمران خريج التربية الحيوانية وصار لي مدير عام الخطوط الجوية العراقية، ما تقلم والله مو بيدي. منو مدير؟ مو بيدي أنا ما أقدر. خريج شنو؟ خريج التربية الحيوانية.
شو الثروة الحيوانية؟ عباس عمران؟ لا لا بدعت هاني الثروة الحيوانية هاي هو يحلب الطائرات حلب لا 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 بدعت هاني اي والله العظيم اسأل رب انت تسمع اي والله رب انت تسمع منو هاني؟ هم اوكراني هاني؟ لو جورجي لو مين؟ هم هنا هاني؟ شو القصة هاني المنتشر بالعراق؟ سارة ياد علاوي تشمر هاني هذا منو هاني؟ هسه الموضوع منطقي بقى مدير الخطوط الجوية خريج التربية الحيوانية شوف بالعرب اكو شيء اسمه هايشة رباط الهايشة رباط هي الهايشة اللي يجيبوها ويربطوها بمكان تاكل وتنام وما تحرك وهالطريقة تخليها تسمن وتكبر بسرعة يعني نقدر نقول واجيو بيف يعني تقدر تقول يعني ترجمة مالتها مدير الخطوط الجوية عنده 22 طيارة طابقهم بالمطار رباط عبالي راح يكبرن ما يكبرن بابا مو هوايش ذني طيارات طبعا مع احترامنا لكليات طب البيطري طبعا هاي اقسام مهمة واحنا نأكد احترامنا لها بس ما نأكد احترامنا للي يشتغل بغير اختصاصه ويلوصها انا احب اطباء البيطريين حقيقة لانه كل ما يتمرض اوشن او ديامهم ما ياخذون فلوس من عندي فانا كل شيء اموت عليكم بس هي بها وجهه نظر ترى اولا فكره الطيران ماخوذه من الطيور والطيور حيوانات رحم الله والديكم فنحتاج خريج تربيه حيوانيه حتى يعرف بالموضوع ثانيا ايش تورطت ثاني باولا بس ما اعرف ايش اقول ثانيا عموما انت كمسافر هسه اجى اليوم اللي تسافر بيه شو تسوي بالبدايه شو تسوي لازم 40,000 دينار راح اخليها بالجنطة 15 التاكسي بن عباس من فرناس و25 من عباس للمطار خبطب سيارتي للمطار عندنا ما شاء الله يعني ثلاث طوابق له اي المرائب فممكن تخلي سيارتك تسافر تقضي يعني يجوز عندك يومين تسافر اكيد ترجع ورا اليومين بتاخذ سيارتك وتطلع او لا تقول ما بقي سيارتي يوصلني احد ويجي علي لانه متاح راح يكون بس عمليه الجميل. الدخول للصاله للمسافرين بالعجلات الخاصه ستكون متاحه قريبا لا لا مو للصاله لا حتى تصير الصوره واضحه السياره ما تدخل الصاله لا لا اسف يعني القريب يعني وين طبعا انت باب الصاله طيب باب يعني راح تنزل باب الصاله اسوه بالمطارات الدول التعبير بالضبط احسنت أيه. يعني حالي حال المطارات الاخرى طبعاً. يعني تخضع للتفتيش بتايم معين استاذ عماد يعني هو قلت لك احنا ورا رمضان عندنا الامن لا يجوز اقرب هاي الانجازات الصدق شوف المسافر يقوم ما يدفع 40,000 مال تكاسي حتى يوصل للمطار بس هنا انا عندي سؤال استاذ عماد رئيس سلطه الطيران المدني شلون راح تقنع الشركه اللي ماخذه عقد النقل للوصول لصاله المطار طبعا مو صاله جوا اكيد تثر برا يعني هنا راح تندق بناس ندق بيهم واحد واسمه مصطفى سند وطلع وراها قال خابروني وقالوا لي لزم حدك كل لزم حد الرجال فما اريد افشلك وتطلع بعدين بلقاء والله ولزمت حدي فكيفك تلزم ما تلزم راحتك وزارة النقل مال بدر فيعني مو كل شيء تريده يصير يصير وهاي خلص رمضان وبعدها ما صارت قول هسه المواطن عبر موضوع النقل ورايح للمطار راح تواجهك أزمة تفتيش سبع مرات تفتش جيب الجنطة انزع حزام البس الحزام جيب الجنطة ودي الجنطة حط الجنطة طلع الجنطة انزع القمصلة انزع القندرة البس القندرة انزع الساعة انزع القندرة البس القندرة اصعد انزل اصعد انزل البس القندرة هشينها انعل ابو القندرة لابو الحزام والله مشتاقين للفايق من كان يغرد هل قد ما يصعدوك ينزلوك تحس روحك الدولار بالعراق مو مسافر ويا كل غاوي التفتيش والتدقيق والكيناين والصعدة والنزلة والهوسة والسونار هذني كلهن تقدر تعبرهن بسهولة بهوية ميليشيات واحدة مثل هذا ها خليها لك بالجنطة شو سوي بيها؟ أقرت سلطات ومطار بغداد بأنها عجزت عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات تمكن من عبور أجهزة التفتيش التابعة لإدارة المطار ثم بالسفر على متن طائرة توجهت به إلى إحدى دول الجوار وقالت إن هذا التاجر تمكن من عبور كل أجهزة السونار عند مدخل المطار واستطاع الركوب على متن الطائرة من دون أن تتمكن إدارة المطار من إلقاء القبض عليه بالله أي واحد يسوي روحه مصدوم فرجاء نصر براسي علاوي الأوكراني أرجوك علاوي وين أخوي شو ما دقيت بعدنا جاء أنتظر نسهر اليوم ويكند اي فلا حد ينصدم طفل عبر مطار النجف وصعد طياره وما حد يدري بيه تاجر مخدرات ما يعبر واخذ الاقوى منها المطارات احيانا تشارك بتهريب الاموال مثل مشاركتها بتهريب اموال صفقه القرن بحسب النائب عدنان الجحيشي موضوع ايش سرقه القرن ماذا يدلل يعني هاي وحده من الامور اللي هم طفوا الكاميرات
وعبرت مثل ما أقول مليارات. يعني تعتقد أفهم من كلامك هنالك علاقة أو ترتيب مسبق في دخول هذه الشركة مع سرقة وتهريب الأموال الأمانات الضريبية؟ 100%. لا هي الكاميرات استحت تصور، الكاميرات وحدها طفت، الكاميرات راحت تكمل دراسة وتجي فما صورت. المهم قول مريت بالمراحل الفاتت وتحملتها ونجيت من عدها ووصلت أخيرا لصالة المطار. عبالك فضت؟ إيه المفروض فضت غير؟ هي بالعادة فضت، بس يعني مرات لا، مرات لا، يعني أنت تحتاج بعض الأشياء المهمة. هاي خذها وياك. شو أسوي بيها هاي؟ وهاي. في حاضر أنت تأخذ لك غفوة على الكراسي بالمطار بينما تجي طيارتك. فوضى ونار في المطار، شرارة لحيم تفضح منظومة السلامة في نافذة العراق نحو العالم. من يتحمل مسؤولية هذا الخلل الحاصل وعدم التفعيل في نظام الإنذار والإطفاء الذاتي للحريق في المطار؟ من 2013 منظومة إطفاء الحرائق داخل المطار معطلة، يعني 2013 قبل ما تنفصل سلطة الطيران المدني عن وزارة النقل. كل الآن المطارات العالمية النشرات الدولية أشرت إشارة حريق في مطار بغداد خلال 48 ساعة حريقين. هاي الحريقين تعرفين شو معناتها؟ يعني معناتها أنت أسوأ بلد أمنيا. يا أخي روح على المطار تحس روحك طاب بهانجر جيمز، من تريد تطير انت مو قدام مهمة سفر، قدام مهمة نجاة، بحيث خمس سفرات من العراق تاخذ عليها نوت شجاعة، ست سفرات سافروا من العراق تحتاج وراهن راتب مال محاربين قدامى وتطلع تقول انا سافرت على عرضك، سبع سفرات من العراق لازم يسوي لك وراهن مؤتمرات تشرح لنا تشيت اللي مسويه، عشر سفرات من العراق يسوي لك ساحة احتفالات، مو اكو نصب الجندي المجهول، انت يسوي لك نصب المسافر المظيوم، ومن تشيب تقعد تسولف لحفادك وفش احكي لكم على الحريق على الكلاب على الجنط الضاعت على شباب الضاع بالتفتيش على علاوي الاوكراني العايش حياته، بحيث احفادك من يسمعون هاي القصص يقول لك جدو حصلت رقم علي الاوكراني لو لا وينك علاوي شو ما دقيت. هو ليش ماكو منظومه اطفاء بالمطار؟ لانه بدنا نصرف مي المطار بغير طريقه احنا نعرف، وهنا هاي خليها يمك للاحتياط. تسربت المياه بقوة في صالة القادمين قرب حزام حقائب المسافرين داخل مطار بغداد الدولي بعد أيام من وقوع حريق داخل صالتي نينوى وسمراء. ووثق أحد المسافرين في مقطع فيديو قوة المياه التي ملأت صالة تسليم حقائب المسافرين داخل مطار بغداد جراء كسر في أحد الأنابيب، وبررت إدارة المطار الحادثة بأنه أثناء أعمال التأهيل والصيانة التي تقوم بها الكوادر المختصة على منظومة الحريق المتوقفة منذ عام 2016 انكسر أحد الأنابيب وأدى إلى تسرب المياه في صالة القادمين. والله احنا كل شيء عندنا عنيف، الحب عنيف، الحريق عنيف، المي اللي ينطفي بالحريق هم عنيف، فاذا تاخرت جنطتك بالمطار اثناء الاستلام لا تخاف عادي، لو تجيك مستويه زايد لو تجيك مطوفه. المهم قول عباره هاي كلها التحديات ووصلت حتى تاخذ تكت، عبالك فضت؟ هي غير مفروض تفض. هي بالعاده فضت، بس مرات لا، لان احيانا الموضوع التكتات يصير بيه غير شيء. مسافرون يستقلون الطائرات بلا تكتات. حال النقل بين المحافظات، ليش؟ حتى ما ينحسب قطع التذاكر ويصير براني وبلا وصولات. خطوط الجوية العراقية عاجزة تذاكر للمواطنين مطار صبيحة اسطنبول بتركيا، حسب ما فهمونا قالوا الطيارة قبطت، ما ندري احنا راكبين بكية قبطت او مطار محترم او شركة محترمة. على أبواب مكتب الخطوط الجوية في شارع السعدون احتج عدد من التجار والبالغ عددهم 106 والذين حجزوا تذاكر للسفر إلى الصين، لكن ما حصل هو أن تأشيرات سفرهم تم تحويلها إلى مسافرين من الجنسية الصينية على الطائرات المذكورة. تأشيرات السفر التي قطعت للعراقيين بلغت كلفتها 850 دولارا للمسافر الواحد، في حين قطعت للصينيين ب3500 دولار للمسافر الواحد أيضا. طبعا هاي التذاكر مال الصين مال الصينيين المفروض محمد الشيع السوداني يسوي فتشي بخصوصها، لأنه هاي أكو صفقة كلش كبيرة بيها
واكو ناس قاعد تشتغل وتضرب، راد لها ترتيب راد لها تركيز. ضيف لها مرات التيكت مالتك موجود وكل شيء تمام، بس الطياره تاخر ساعتين خمس ساعات عادي وطبيعي هذا الشيء، يعني بشرفك بشرفك ورا كل هالطلايب تريد الطياره تجي بموعدها، هي اصلا بدها تتاخر لانه حاسب حسابك يا ابوي. وبهالحاله المطار سوالك مشاريع ترفيهيه تقضي وياها وقت بين ما تنتظر حل مشكله التيكت. خلي اعطيك شيء تتعامل وياه بهذا الترفيه اللي موجود بالمطار. دقيق تعرف تقول كشعاع؟ كشعاع تعرف؟ كشعاع كشعاع بس ليش؟ كشفت مصادر ملاحية في مطار بغداد الدولي عن توجيه مراقبين جويين تحذيرات إلى إدارة المطار من وجود برج كبير لنحو 25 طائر حمام قرب برج المراقبة الجوية، ما يجعل سلامة الطيران فوق المطار في خطر كبير. وبعد تعقبها اتضح أنها تسكن داخل برج كبير في صالة الشرف الكبرى، مما يخالف الضوابط التي حددتها المنظمة الدولية للطيران المدني، وهو الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث جوية. احنا كلش مهتم بالحيوانات، كلش ما نحب نغير مكاناتها البيئية والبيولوجية. واريد احسد دقة الملاحظة عند المصادر الملاحية بحيث حاسب لك اياها 25 حمامة بالجو. يا اخي شوف التقدم الحضاري اللي ما ينكر ولا ينسى اصالة المناطق الشعبية اللي من ضمن ابرز ملامحها انتشار المطيرشية. بكل مطارات العالم عندك برج مراقبة، العراق برج مراقبة برج طيور. وهنا عندي تحذير لك مهم عزيزي المواطن العراقي، اذا رحت لصديقك الموظف بالمطار وقال لك تعال راويك البرج، ضروري كلش تتاكد يا برج راح يراويك. واما المطيرشي فجايبيه بالمطار حتى خاف تصير عندنا نقص بالكوادر، يطلعون المطيرشي المدرج ينور للطياره بزاجل وينزلها. بعد اكو مصادر ترفيهيه اللي تقدر تقضي وياها وقتك ايضا اذا اشتريت المطار. لحظه انطيك شغله ايضا تفيدك بالمطار، شوف بقى تايد او ايضا او هاي مهم، قراصات مال هدوم. هذين ايش اسوي بهم؟ تتذكر الشورتات مال قبل شويه؟ اي ليش فين؟ شوف، شهد مطار بغداد الدولي انقطاعا للتيار الكهربائي وانتشار صور لا تليق بواجهه العراق الاولى بعد سلسله من الحرائق واختفاء حقائب المسافرين وتعطل منظومه المياه. واثرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اثرت نشر غسيل الملابس في الصالات الخاصة التابعة للموظفين في المطار، وذلك تحت إشارة استبدال الرحلات الدولية والداخلية وفي منطقة القدوم. بشرفكم عادي والله عادي، يعني المسافر أربع ساعات يتفتش وينزع ويلبس ومحترق بيه المطار وطاق عليه بوري مي ومشتول ساعات ينتظر خامطين التكت مالته، مدري الطيارة متأخرة وشابع عرق. بكل عقلكم يسافر بهالوسخ؟ أقل شيء يسوي يغسل قميصة والباسة ويشرب المطار. هي صايره هيته بقت على هاي يا اخوي، هذا علك ومشوها يا عيوني. عندنا مسافرين يريد يصيفون باوروبا. قول خلصت فتره الانتظار وحلوا لك مشكله التكت، وهسه اجى وقت تصعد بالطياره وتطير. وصعدت وراح تقلع، عبالك فضت؟ المفروض فضت، هي المفروض فضت، بس مرات المدرج الى راي ثاني. وهنا هاك هنا راح تحتاج هاي. هاي شنو هاي؟ خازوق مال بنشر. كشفت مصادر ملاحية عن رواية أخرى لأسباب انفجار إطاري الطائرة العراقية، وقالت إن جسماً غريباً تم العثور عليه على سطح مدرج الإقلاع المرقم L15، إلا أن هذه الحادثة وحادثتي احتراق صالتي بابل ونينوى في مطار بغداد والحوادث التي سبقتها تضع السلامة الجوية في العراق أمام اختبار صعب. واو، اكو جسم غريب بمدرج الاقلاع المرقم L15، على اساس اللي يصير بالطيران العراقي كله مو غريب، هذا الجسم هو الغريب. يعني الطب صاله المطار تلقى حبويشي مشرور عادي، المطار محزرق عادي، جنطتك تجيك سابحه عادي، بس الجسم المدرج هذا غريب. هاي عم ذبوها براس الجسم الغريب وطلعوه هو الغريب، والكلب من الكلب هو. المهم قول عبرت وماكو جسم غريب وسوى بنشر الطياره، يعني اكيد هي يعني مو يوميه جسم غريب يعني بالمدرج اكيد، فنقول عبرت وقعدت بالطياره وطارت الطياره، عبالك فضت؟ كلي فضت، هي المفروض فضت، بس يعني الاكل بالطياره مرات عنده غير راي. وعليه هاي راح تحتاجها وياك. ايش قد تكلفه الوجبه الواحده للمسافر الواحد؟ 9 او 11 دولار. 9 أو 11 دولار. أي نعم، ما بين البزنس يعني هذا بين هذا العصير والقطعة الجبنة المثلثة وشنو نعم. بعد وياها صمونة صغيرة مو وكيكة أحيانا ما تلقى حتى صمونة.
Yeah, the sandwich is all right. It's a bit sad, but it's okay. So another sandwich with... That's so cool. It's not cool. أكل لك! أكل! أنت من الجوع بيتكم بالثنتين الفجر السوقوزي تجيب صمونة وشكل شيء تحطها بيها وتزغنب وتنطمر. انطمر! فوق ما قام قاعد يكع الشباك. أجنبي حاقد. جايبين لك مرتديلا وبالزيتون. مو سادة. وتوست فوقها. ساعتين وتوصل تحمل شوية. مطعم عندنا لو جاي تسافر. أكل! يجيبون لكم أكل دسم تقضيها بالمرافق طول الرحلة. بعدين هذا الأكل الخفيف على مود الغازات لا تنتشر بالقمرة شبيك. ترى مو بس التدخين ممنوع. ممنوعة. ها شنو هاي لفة الخس والجبن؟ المسافرين ترى مو جبتيريان. شنو هاي؟ أما بالنسبة للعراقيين اللي راح يسافرون ويتأمرون على الأكل هسه لا تسوي لنا مشكلة. 600 صمونة عدكم النفر. أخذوا لكم واحدة منهم من السافر وفضت راح. لأن ورا اللي شفناه هسه آخر مشاكلك هي الصمونة حبيبي. بعدين تعال أقول لك تعال. عليك لان التبن اللي صار بيك يلا طبيت للطيارة هم لك نفس تأكل؟ إيه ووجعي شو إيه خلصت الحلقة خلصت يلا امشي امشي خلنا ناكل عاد جئت والله هاي الجنطة شوف لك واحد يريد يسافر انطيه اياه أي واحد عراقي هاي نتواصل وياه انطيه هاي الجنطة غصون عدنا شي نسينا؟ نعم التأخير في الرحلات تبديل مسار الرحلات بدون إخبار المسافر بهذلة المسافر بالحجز أونلاين وأهمال الخطوط لهذا الجانب ومشكلة الجمارك وتضبيطها على المسافر أو علي الأوكراني لا ما دقيت عليه يا أخوي دق يا با صح اللي شفناه بهواية أشياء تضحك بس بنفس الوقت تحس بقهرة من تشوف مطارات بلدك وخطوطك الجوية تعتبر من الأسوأ للأسف على الصعيد الدولي من ناحية جودة الخدمات والتزام بالمواعيد والمصيبة الأكبر إنه إحنا ما دا نحكي عن خطوط جوية تأسست قبل 10 سنين أو حتى 20 سنة دا نحكي عن شركة وطنية عمرها 78 سنة وأغلب الأشياء اللي دا تصير مو اعتباطية بل بقصد يعني لو أكو 3 متعاركين على عقد تنظيف لو 4 متمالخين على عقد التاكسي لو أكو 2 كلش كبار عندهم شركات خطوط جوية خاصة ومتقصدين يدمروا خطوط الجوية العراقية اللي تأسست بال 1945 حتى شركاتهم اللي تأسست البارحة تكوش على أول والتالي تصبحوا على خير بس دقيقة قبل لا أروح أكو زبدة مرتبة بالنهاية يلا خليكم ويانا مصبحوا على خير علاوي تليفونات علاوي أكراني في تقنية الزبدة الخطوط الجوية العراقية تمنح وكالات للمكاتب الخارجية بمختلف الدول ومن ضمنها الصين لكن فترة ما بعد كورونا الصين قللت هبوط الطائرات على العالم ككل وهذا خلى التذكرة للصين كلش غالية من أي مكان في الشرق الأوسط جميع خطوط الطيران بالشرق الأوسط استثمرت هذا الموضوع وبدت تستفاد منه لدولها لكن اللي صار بالعراق خطوط الجوية العراقية لما استفادت من الموضوع ومنحت الوكالة لشخصية مسنودة من كتائب حزب الله زبدة الموضوع اللي دي يصير تبيع الخطوط الجوية العراقية سعر التذكرة الواحدة إلى الصين للوكيل المسنود من الكتائب ب 940 دولار فيما يبيعها الوكيل من 4 إلى 5,000 دولار للمسافر الواحد طائرة الواحدة تحمل 300 مسافر وبوجود 4 رحلات شهرياً هذا يعني أن أبو الكتائب يدفع للخطوط الجوية العراقية 1,128,000 دولار وهو يبيع التذاكر بقرابة 5 ملايين دولار أي أن الوكيل يربح أكثر من 3.5 مليون دولار شهرياً في الوقت الذي تحصل الخطوط الجوية على 1.1 مليون دولار وبعبارة أخرى فإن الوكيل يربح بنسبة 300% ما تحصل عليه الخطوط الجوية وهنا نقدر نتوصل إلى حقيقة إنه كل تفصيلة من تفاصيل مؤسسات الدولة تطلع منها يومية عشرات القصص اللي تشبه سرقة القرن لكن مسكوت عنها لأن اللي دا يصير بيها هو الفساد المحمي بالسلاح هلا 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 يلا يلا قولي يا الله قولي يا الله قولي يا الله رمضان كريم ما شاء الله يخبر عليك هذا شكرا الدريس شكرا 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 شلونك حمودي قلت لك هلا حمودي شلونكم عيني شلونك انت شلون صحه شلونكم هوايه الله بالخير الله بالخير والرحمه شلون غصون وياكم احنا شلون دزون دليفري هنا عندنا
علاوي. نعم. اسال اشوفك، احنا غالبا ما ندز دليفري. زين. بس اكو الاكل اللي صدناه ذاك اليوم بس جيب اشوفنا. نعم. صيدون اكل؟ اي مو احنا كل كوكب ننزل شنو موجود بروتينات خضار. زين. نجيب من عنده قسم ونضل ناكل من عنده الان بعدين نمل من عنده ونحول اغلب كوكب. زين اغرب كائن لقيته بواحد من الكواكب. اكو صينيه يمك هسه راح تجي وشوف. كائن مو. اي 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 هاي تفضل. هذا صيد اول البارحه. علاوي راح جاب لنا واجا. واو اريد بس شوي عندنا مشكله بالاكل يعني بس اريد خبز ماكو نقص بس شوفها شوفها لل لا 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 شوفها للكاميرا بس واشرح عليها حقيقي والله حقيقي طبعا عيني هذا تقلاء لا لا شويه بايت هذا ها ما حيش شويه بايت يعني مو فريش الفريش وين هو يراد تقلاء اعتقد دودة القز اكو موجود هذا الصرصر هذا اي هذا بس ده خبز شوف طيب طيب خبز ماكو بس تكون بالصوره شوف عيني هذا عقرب يشبه العقرب مال كوكب الارض اي صح اي كلش به بس طيب شويه طعمه هذا شويه هذا يجي اعتقد سبايسي شويه سبايسي اي مدى نحبه ام 77 زين طبعا ما اقصد حنان الفتلاوي يعني هو هاي هاي دوت القز حبيبي نعم شو سمنانه اي مو هنا هذا فضائيه اوكي زين عندك هذا الصرصور بمناسبه هاي حقيقيات ترى شكرا واضح لا 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 جراد عندهم والله يشبه الجراد لا لا هذا صرصور مال ليل وين لاقيهن هذول شلون صدتوهن اكو قراص الغراض هو هذا هذا والله شوف الله بس لا تخلي على الغراض يعني لا راح اطبخ لك اياها حبيبي هذا المفضل مال علي أكلته المفضلة. إيه. علي هذا شنو هم يفيد يقوي الرموش إيه يحافظ على الرطوبة. نعم هذا هذا يصلب البشرة يجي. يصلب. يشدها. يشدها لا. ولا تأكلين سفري. لا. قليات مو تبقي هنا يومين ترى مناسبة وهذا الأكل الوحيد الموجود. أريد أريد. ما تتفضل أنت. أنا كل شبعت. إيه مو صرنا يومين. صرنا يومين ملينا. هسه أريد نطفر على غير كواكب ونشوف شكل ديناصورات شيء شنو. أنت قلتي لي شغلة أنت قلتي بعدش مطر عن الكاركتر مال غيد. اي بعدني إيه هو بعدني بس من اباوع بس لا مثل الجوكر تراصني بعدني من اباوع الوسام مره اشوفه وسام مره بس زين نازع الغراب مره اشوفه انه احمد فغيب تتعامل ويا احمد عدتها تقريبا ثلاث مراحل فشلون صار الكيمستري بيناتكم بهذا الفتره خصوصا انه انت متوقع غير بطل واجا وسام بمكانه احنا شنو اللي صار احمد هو اكو شيء يمكن الجمهور لا احمد تقصدين غيد احمد انت ما تقصد بس التفاصيل الكواليس ما العمل كانت كلش صعبه علي كان كلش قاسي علي فاضل وقسوته جابت نتيجه صراحه احنا كممثلين نريد نسوي هيك دراما ناجحه يحتاج لنا قائد يسوقنا بشكل صحيح شنو الجديد مالتكم قول وسام أنا إن شاء الله بعد بشهر السادس راح تعرض مسلسل اللي هم انتهيت من تصويرها قبل رمضان أوكي. اسمها الكهف تعرض لمنصة وراح يتفقون مع أكثر من قناة بنهاية السادس إن شاء الله راح يكون جاهز الفيلم بدور العرض بالعراق وأحضر لموسم ولاية بطيخ كل التوفيق إن شاء الله إن شاء الله وبنهاية السنة القادمة يعني آسف بنهاية هاي السنة صور فيلمين إن شاء الله رواية طويلة إن شاء الله جوجو اكو عرض عربي يعني قيد الدراسه إيه؟ بعد يعني طلع الخبر قبل كم يوم واكو عرض عراقي وبعد يعني قيد الدراسه مسلسلات لو افلام لا لا مسلسلات مسلسلات ان شاء الله يكون افلام اكو بالطريق ان شاء الله داخلنا جاي منها ومنها ان شاء الله كل التوفيق كل التوفيق لك احمد شكرا لك جزيلا شكرا شكرا حق الجاس مع الخير والله